تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة. أعرب جلالته أيده الله فيها عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على هذه الدول وشعوبها الشقيقة بوافر الخير واليمن والمسرات.